نعم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل يلزم كل من رأى منكرا ينكره؟ نعم، يلزم كل من رأى منكرا أن ينكره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن كيف ينكر؟ هذا هو المهم. هل ينكر بعنف ويصيح بهذا الرجل ويسبه، أو يداريه وينكر عليه بالتي هي أحسن؟ هذا هو المهم، وهذا هو الذي يخوث كثيرا من الإخوة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. تجدهم يستعملون العنف، وربما يكون في قلبه أنه يريد أن ينتصر لنفسه مثلا، وهذا غلط. الواجب عند النهي عن المنكر أن تريد بذلك إصلاح أخيك، وإذا كنت تريد هذا فاسلك أيسر السبل لإصلاحه.